افتحها غالية. ايه اللي جايبك الساعة دي يا صابر؟ ايه يا بت، عايز اطمن عليك، انت كويسة؟ ما ينفعش. جرايه يا بت، مش عايزين اشوفك في يوم زي ده. الناس تقول عليا ايه؟ الناس تقول عليا ايه؟ ما صدقت امها ماتت جايبه راجل في البيت. راجل ايه وانا غريب ولا ايه يا غالي؟ وطي صوتك. حتى لو لوحدي ما ينفعش. فهمت. ماشي الكلام. عامة انا جيت اقول لك لو عوزت اي حاجة هتلاقيني موجود. خلي بالك من نفسك. غالية. افتح يا بت، انا صابر. يا بنت اللي انت لسانها. لا اضحك كنا بنتك. وانا اضحك وقلت لي اضحكي ولا ايه؟ ما قلت لك بلاش هنا يا صابر. ليه ده هنا جميل يا بت، دير السلم الحلو ده. قلت لك بلاش هنا يا صابر. لا مش قادر بصراحه باللي انت لسانها، مش ما هو ده اللي جابرني علشان خاطر الشقه. ولا تحب نطلع في الاوضه عندك؟ لا عندي فين؟ بس يعني الصراحه لازم تعذريني برضك يا بت غالي، انا حاسس ان انا واقف قصاد عسكري في الكمين. عسكري في عينك كده يا بت، تعشميني وتقولي لي في التليفون مش عارف ايه، قميص لون احمر وبيبي دول اصفر، وفي الاخر اجي الاقيكي لابسه لي كاكي. كاكي يا غاليه؟ هو ده اللي موجود عندنا. يعني ايه؟ يعني ايه ده اللي موجود عندكم؟ لا بقول لك ايه، خش غير الزفت ده وحط هدم عدل على جتتك، ولبس الشغل يا حلوه تخليه في الشغل، وياك اصطبح بالكاكي ده كل يوم. فاهمة كتكوتة؟ حاضر. خد يا بنت استنى. حاضر ايه؟ ما تروحي كده تلبسي لي حاجة باللي قلتي لي عليها في التليفون. بس يعني تبقى حمريكة. أصفريكة. بس بلاش بقى الكوكي كده والنبي يا بنت. بسرعة بقى. الله يرحمك بقى. غالية. ايه هعمل لك كوباية شاي. شاي ايه يا بت، يخرب بيت حلاوتك. هعمل لك كوباية شاي. ما انا مش عارف، بس يخرب بيت حلاوتك. تيجي يا بت كده نجرب البيت الجديد، مش يمكن ما يريحناش. لا والنبي، والبي بقى لو ما عجبوش البيت الجديد هغيرهوله. هغيرهوله لسانك طويل، بس اعمل ايه بقى؟ الطوبه جت في المعطوبه وحبيتي. والنبي ايه بقى، انا طوبه يا صابر؟ يا ابو لسان عايز قطعه. قطعه ايه؟ لا اقول لك ايه، هقول لك كلمتين بس. تعالى. طب ايه رايك بقى، انا ممكن اصوت والم عليك الناس. طب ما انا عاوزك تصوتي. هلم عليك انت. لا مش عاوز ناس، انا لوحدي كفايه. تاني بس استني استني بس. اخيرا هنتجوز وهنعيش في بيت واحد، ولا هاجي لك في السر، ولا اخاف ان امي تقفشني، ولا اخاف ان حد يشوفني. انت معايا في الحوار ده يا صابر؟ صابر ريت يا بت كان بإيديا، كنت عملتلك فرح تتباهى بيه العزبة كلها. فرح ايه وبتاع ايه؟ اهم حاجة اني اكون جنبك. وبعدين كده كده اساسا ما ينفعش ان احنا نعمل فرح كبير. انت ناسي ان امي لسه ميتة وما فاتش عليها كتير؟ ورب اللي خلقك يا بت غالية لعيشك زي الملكة. بس يعني اصبر عليا كده لحد ما ربنا يكرمني واجيب العربيه. شفت يا بت التويوتا اللي نازله جديد؟ عروسه بنت الهرمة. وايه المقدمه بتاعتها؟ كلام فاضي. شايف نفسي وانا حارق على الخامس والاسفلت بيولع من تحتيها. عجل العزبه تمن بيسابقها ومش عارف. العالم كلها ورايا وبتحسدني عليها. لا بس انا مش هينفع اسيبهم ينقروها عين كده ولا كده.
اكتب لهم عليها بالستيكر. ما تبحلقش كده يا لوح، دي جايه بتلوع الروح. لا وانت الصادق ما تسالش دي بكام، دي جايه من ذهب المدام. بهزر يا صبر بهزر. ماتي الكلام يا غالية، خلاص خلصنا، ولا تهزري ولا هزر. يا عم بهزر. خلاص يا صابر. خلاص يا غالية بقى. المكافأة معاكي؟ لا. لا يعني ايه؟ انت مش قبطتيها؟ ايوه قبطتها، بس عديت على البوسطه وحطيتها. بوسطه ايه؟ بوسطه ايه اللي تعدي عليها؟ ما احنا متفقين يا غاليه ولا هو كلامه يعني ولعب عيال. ما اختلفناش يا صبر، ما اختلفناش. لا اختلفنا يا غاليه، احنا اتفقنا ما كانش كلام عيال هو. يا عم ما اختلفناش، بس افترض يعني نفترض ان انا ما استلمتش الشغلانه، يبقى خلاص موت وخراب ديار. عندك حق. وانا ما هقولك يا بنت الناس. خلاص يا صابر. خلاص يا صابر. يا صابر الكلام اخده وعطى. ولا اخده وعطى ولا بتاع، خلاص خلصنا. قلت لك مات الكلام يعني مات الكلام. سجايري فين؟ للسلم. وجعته قوي، ذهب المدام. لا وجعته بس حلو. بتسألش ده بكام، ده جاي من ذهب المدام. تنجيد الشلت وقط النوم ودهان قط النوم ودهان الشبابيك. وانت صحيح يا صبري ما قلتليش عايزه قط النوم لونها ايه؟ شوف انا بكلمك في ايه وانت بترغي في ايه؟ مش نشوف احنا محتاجين ايه الاول وبعد كده نشوف اللي فاضل؟ ونشوف ليه؟ انت نافوخك ده ماشي بالعكس. ما الميكروبازو تمره معروف يا غاليه. فين المكافاه؟ وريني وريني. وايه دول كمان؟ دول فلوس الحاجه عزيزه. ماشي، يطلع لهم كام يعني؟ معرفش، يطلعوا زي ما يطلعوا. استني بس. هما زي ما يطلعوا يا صابر. بس دول يا دوب على قد الحاجات اللي انا محتاجه اعملها. الحاجات اللي انت محتاجه تعمليها كفايه عليهم الظرف ده. مش هيكفي يا صابر. ما هو دول هيكفوا المقدمه بتاعه الميكروباص، يبقى نهون اولى. بلاها دهان الشباك. وبلاها اوضه النوم. ايه؟ ما شفت شعري؟ انهي شعر؟ ايدك تقيلة يا بت. عينيا يا بنت.
يا نوار غالية عاملة ايه؟ النمرة غلط. في ايه يا غالية؟ انتي محلقالي كده ليه؟ اوعي يعني يكون فكرك جايبك ان المدعوق اتصل عشان يصالحك. لا تلاقيه دلوقتي هايص مع عروسته ولا على باله. نفسي اعرف فيها ايه احسن مني علشان يسيبني انا واتجوزها هي. اديته ايه هي اكتر من اديتهول؟ ده كان بيقول ان انا مراته. انا كنت بحب كنت بحبه. يا غالية ما تعملش في نفسك كده. ما يستاهلش. ما تعمليش في نفسك كده. ما تلطميش. بتلطمي على ايه؟ بتلطمي على ايه؟ معلش النوبة دي اتعلمتي منها عشان النوبة الجاية ان شاء الله. ما تعمليش كده تاني. اللي زيي ملهاش نوبة تانية. ملهاش نوبة تانية. اللي زيي تتضرب بالجزم. نفسي ربنا يسامحني ويتوب عليا. بس انا كنت بحبه. كنت بحبه. استهدي بالله بس. استهدي بالله. معلش يا غالي. أنا عارفة إن أنتي كنتي بتحبي. أنا عارفة. خلاص يا غالي روقي. أنا هقوم أعمل لك ليمون. مبروك عليك الجوازة الجديدة يا اسطى. بفلوس يا بفلوسي. الو. ايوه يا غالي. منى ماتت يا غالي. استغفر الله العظيم. انت بتقول ايه يا صابر؟ منى ماتت ازاي؟ طب اللي في بطنها طيب؟ الواد عايش بس هي ماتت. ماتت يا غالية. استغفر الله العظيم يا رب. طب ما تعملش في نفسك كده بس، ما تعملش في نفسك كده. اتوضى كده وصلي ركعتين لله. وانا هبقى اكلمك بكره اطمن عليك. الباقي في حياتك. شد حيلك يا صابر.
مالك يا غالي؟ ما تموت ولا تغور في 60 داهية، مش دي اللي خطفته منك ولهفته؟ استغفر الله العظيم. هي الشماتة حتى في الموت؟ دي مش شماتة، ده ربنا عايز ياخد لك حقك ورجعهولك وانت عايشة، احمدي ربنا بقى. ربنا لو كان عايز يخلص لي حقي من صبر كان خده هو. لكن الغلبانة دي ذنبها ايه تتاخد في عز شبابها؟ ارتاحت من وشه. وخليه بقى دلوقتي يلوص بالواد علشان يعرف ان الله حق. طب الواد الصغير ده ذنبه ايه؟ يتولد من غير ما يشوف امه. لان من غير امه حاله يغم. اسالي انا. تاريهم كلموني النهارده من المعرض وقالوا لي مفيش شغل. هو في حاجة حصلت؟ وحشتيني قوي يا بت. ما تشوفش وحش يا اخوي. عايز ايه؟ زي ما انت يا بت يا غالية. ما اتغيرتيش. لا اتغيرت. ده اتغيرت كتير كمان. انت بقى عايز ايه؟ مش عايز حاجة. أنا قلت بعد الغيبة دي كلها ما جالكيش وإيدي فاضية. فجبت لك حاجة صغيرة كده. يا رب تعجبك. هو من إمتى الحداية بتحدف كتاكيت؟ بيتنا وحشنا يا بت. كل حتة فيه وحشاني. بالذات الحتة دي. أنت مش فاكراها ولا إيه؟ ما أنت جاي لي 3 الصبح. ولابس لي وش الملاك ده عشان تقول لي بيتنا وحشنا؟ عايز ايه يا صابر؟ عايز اشرب كوبايه شاي من ايدك الحلوه. مفيش زفت. انت فاكر نفسك في بيتكو ولا ايه؟ اه يا بت، ما هو بيتنا. مش بيتنا ولا ايه؟ كان زمانه جبر. اطلع بره. صحيح جبر بجد يا بت؟ اه جبر. راح فين يالا؟ انا هبلب صحيح لو امنتك من تاني بعد ما لهفت كل اللي حلتي. ما نصبتش عليك يا بنت الناس، انت اللي نصبت عليا. لا صحيح. والنبي البجاحه ليها ناسها. وربنا انت اللي نصبت عليا. لو حبيتيني بصحيح يبقى كنت بتديني الفلوس دي لاجل ما تساعديني اقف على حيلي، مش تداني عشان نتجوز. اللي بيحب بيدي يا غاليه، ما بيستناش حاجة قصادها. وأنا خلاص اديتك كل حاجة، ما بقاش حيلتي أي حاجة. عايز مني إيه تاني بقى؟ ها؟ عايز مني إيه تاني؟ يا بت أنا لسه بقى على كل اللي كان بينا، ورايدك في الحلال. قلت إيه يا بنت الناس؟ يا ترى مخبي لي وراك ايه تاني يا صابر؟ مخبي لي ايه؟ عايزك يا غالي، بحبك وعايزك تعيش وياي يا بقيت عمري. وربنا ما اعرف اعيش من غيرك. قلت ايه؟ عايزني اعيش وياك ولا عايزني اربي لك ابنك؟ يا بت ما الواد كده كده مع جده، وبيكي ولا من غيرك اهل امه هيربوه. لما انا جيت لك انت يا
البت اللي مش هلاقي ولا ست في الدنيا دي كلها احبها قدك، ولا هلاقي حد استأمنه عن واد غيرك، عشان بحبك وعارف ان انت كمان بتحبيني، وربنا عارف ان انت كمان بتحبيني. اللي يحب حد يمرمطه المرمطه دي كلها. والمصحف كان غصب عني، ضحكوا عليا وورطوني وانا مش قدهم، كنت عايزان اعمل ايه؟ وادين اهو يا بنت لفيت لفيت ورجعت لك. كل ده مش مكفيك يا بنت الناس عشان تعرفي ان احنا قدر بعض؟ قلت ايه بقى؟ قلت ايه؟ كلامك ده كله ما ياكلش معايا بنكلة. اطلع بره وما تجيش هنا تاني. هاجي لك كل يوم. اطلع بره يا صابر. وربنا ما طالع وهاجي لك كل يوم. اطلع بره يا صابر. هفضحك والم عليك الناس. شاطر. اطلع بره يا صابر. اطلع برا يا صابر. اطلع برا يا صابر. برضو ارقصي وريهم حلاوتك. بس الدفه مليانه يا جدعان. مالك يا نهار يا بنت؟ مالك واقفه زي الصنم بتبصي لي كده ليه؟ الله، ما تشوفي البنات الناصحه بتعمل ايه؟ ارقص ايه يا مرة؟ في ايه ده اللي رد ودي على وشي؟ هي غاليه دي ما بتتقص. بقول لك ايه، على راي المثل، العروسه للعريس والجري للمتعيس، وهو لف لف ورجع لها يعني بيحبها. اتهدي بقى، يلا ارقصي. We'll be right back.
عليها. ما تشيلي بقى يا بت، ده انا خللت بره. كانش قميص نوم ده اللي زلاني عليه بقالك سنين. يا غاليه يا بت افتحي بقى. ايه يا بت انت لابسالي نعمه؟ عاجبك الاحمر؟ ايه؟ بقول لك عاجبك الاحمر الروج. عاجبني بس ده بيخليني عامل زي الثور. عارفه يا بت الاحمر ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ واطي، وانا جايبه حاجه من عندي؟ واطي؟ انا واطي يا غاليه؟ ايوه واطي. ولما انا واطي اتجوزتيني ليه؟ علشان انا هبله. طب وانا اتجوز هبله ليه وانا ناقص هبل؟ مش احسن ما تتجوز واحده واطي؟ يا بنت هديكي بالمخده دي في وشي. وانا هديك بالواطي. لا الهبله وعديناها، لكن الواطي مش هستحملها يا غاليه. انا بقول لك اهو هزقك. طب ما تزقيني كده وريني. ممكن اعضك يا بنت. ايدك تقيله احترمي نفسك. انت ايدك قد يا بنت هديك على وشك. خد يا بنت، خد يا بنت الهبله. خد يا بنت. اوعى يلا هغزك. هتغزني بقى مقفوله يا بنت العبيطه. افتح حالك. سيب المطه دي يا بنت. الواطي الواطي. طب انا بقى هوريك الواطي ده هيعمل ايه. سيب المطوه دي يا بت. يا بت بقول لك سيب المطوه دي. طه يا بت دي مش لعبه. بقول لك سيب المطوه. لا خوفتني. انا بقى هوريكي الواطي ده بيعمل ايه. يلا ده انا هسجنك. تسجني مين يا بت؟ هسجنك يلا. بت ده انا صباحك كل يوم بعلقه ومسيكي بعلقه. وانا هسجنك كل يوم في علقه. وانا هحبسك حبس انفرادي. دي دهب دهب على ابوه. مش طفش يا بت. غريبة يعني. بمناسبة ايه دي؟ قال يعني البت مش فاكرة. فاكرة ايه؟ كاينة كهن. عليكي كهن يا بت بيموتني. هو في حاجة مش عبطاني فيك إلا الكون؟ ما أنا كنت فاكرك أنت اللي هتنسى يا صابر. أنسى يا بت. أنسى إنك طبقة على مراحي بقالك سنة. طب وهي السنة دي يعني مش كفاية عشان يبقى في ورقة ما بيني ما بينك؟ إحنا كنا رايقين. هنعيده من تاني يا بت؟ يا بت ده ربنا عليك الوحيدة من بنات حواء اللي قرياني صح. طب يا صابر ما تقراني انت بقى شوي. لا يا روح امك، انا ما بقراش حد، انا بتقري وبس. يا صبر ده هي ورقة يعني حتة ورقة لا راحت ولا جت. مستخسر في نورة ورقة عشان تبقى بتاعي في الحلال. ونضمن أمك منين إنك ما تجريش عليها توريها الورقة دي عشان تكديها؟ ما شغل النسوان ده أنا فاهمه. وأنا هعمل كده ليه يا فالح؟ وبعدين يعني دي هبلة هتعمل إيه يعني؟ ما دي النصيبة. إزاي يعني؟ يا بت انت ما سمعتيش اللي بيقول تيجي مع الهبل دبل. يعني انت يا صابر خايف من هبلها وما انتش خايف من جناني؟ لا ما لو على الجنان اجن من جنان امك. يبقى جربي كده وانت تشوفي. خلاص تاهت ولقيناها. احنا نكتب الورقه ونسيبها على السطح ويبقى انا كده عدني العيب. احنا يا بت هنقضي الليله كلها كلام ولا ايه؟ ده هي ليلة كل فين وفين لما بتبات مع امك. لا يا اخويا ما هي بترجع تعوضها لك يومين اجازه بعد النبطشيه. بنت بنتي نكديه هنا. انت بنت غاويه تفصليني. وهي يعني سيره غاليه بتفصلك؟ انت ما بتحبش مراتك ولا ايه يا صابر؟ لا طبعا بحبها. دي الغاليه. انا بس بتضايق من لسانها اللي على طول خارج بره بقها ده.
هترجع بقى فاضيالي يومين بلياليهم ترازي فيا وتنكد على اللي جابوني. بس معرفش اعيش من غيرها. بحبها قوي يا بت. يا بت يا بت اللي ملوش خير في غاليه ملوش خير في النواره. ده انت النواره. تيجي بقى بت كده سمعك كلمتين رايقين على خيالك. ايه يا بت خلينا فيك انت بقى ده انت الرايق. ايوه اضحك عليا اضحك عليا يا بت اضحك عليك. ده ايه انت مش مقدره قيمه نفسك ولا ايه؟ يا الف اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. صابر في بيته؟ لا صابر مش في بيته بس غاليه مراته اهي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امال صابر فين؟ لسه ما رجعش البيت. طيب هبقى اعدي عليه وقت تاني. وده هيصح برضو يا حاج. انا هضرب له على التليفون وهو هيجي على طول عقبال ما تشرب كوبايه الشاي. انا بيتي اهو. بيتي هنا. اتفضل. زيد فضلك. ما يلا يا بيت يلا عشان نرجع السبوع. طب ما تلغيش معاه حاجه انا جاي. طب تعالى بسرعه يا بنت هو اللي جاي بقى. الله تعالوا بقى في عرض دين النبي في عرض دين النبي. هو يوم مرقص من اوله. منور يا حاج. طب والله العظيم جيتك دي بالدنيا. كفايه انك انت جد راضي الصغير. ولما راضي الصغير غالي عليكوا كده مش كنت تسيبي جوزك يطل عليه؟ ازاي بس يا حاج ده كل يوم جمعة عندكم ليهم بس في البيت بينسوا يقولوا لك. اه زي ما بينسوا يقولوا لي انه اداني مصاريف ابنه. ايوه مصاريف الواد وهو بيدفعها على طول. عموما مش ده اللي انا جاي عشانه. انا جاي علشان نوصل لاتفاق في تسديد اقساط العربيات. وان كان على الواد انا متكفل بيه ومش مستني من ابوه اي حاجه. استنى بس يا حاج مش هو كان عليه قسطين ودفعهم؟ قصاد ايه تاني؟ هما القسطين دول اللي انا خدتهم منه. مفيش مليم وصلني منه تاني بعد ما لها في العربيتين. يا نهار اسود. امال الفلوس اللي بياخدها مني بيوديها فين؟ استغفر الله العظيم. هو كمان بيسحب منك فلوس على حس الاقساط؟ الاقساط ومصاريف الواد والعربيتين اللي فتحوا بقهم. انا افتح الكيس وهو يكبش. يا نهار اسود. يا مصيبتك يا غاليه يا مصيبتك. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تزعليش نفسك يا بنتي. عموما انا سحبت منه الميكروباص الجديد وبالنسبه للقديم ان شاء الرحمن يسدد اقساطه ويا دار ما دخلك شر والا هضطر اسحبه منه هو كمان. اسحب يا حاج اسحب. اسحبه هو كمان. يبقى تعالى تف على قبري لو دفع لك مليم واحد. انا عن نفسي مش هدفع له ولا جنيه. كفايه ان هو مقشطني اول باول. انت ايه بس يا بنت اللي كان وقعك الوقعه المهببه دي؟ عشان موكوسه وجزتي اسمها صابر.
اللي هدفك عليا؟ ايه اللي هدفك عليا؟ مش سحبت الزفت، عايز مني ايه تاني؟ طالع واكل ايه؟ الواكل على حس مصاريف الواد اللي انت ما شفتوش من يوم ما اتولد. انت هتفضلي مزنقاني جنبك كده اهو؟ جرايه يا بت، مالك عماله تفركي وتزني زي العيال الصغيره ليه؟ في ايه؟ مصدعه وعايزه امشي. طب يلا يا اختي غوري وبيطمني على اختك بوسي بالمره، امشي. ايه يا اختي؟ انت هيفضل جوا ابوك يا بنت، بتتمدش عليا. انت بتتمدش بدل ما اقطعها. بتتمدش عليا. متكيف على كده؟ انت شفت حاجه ولعتها حاليا؟ مبسوط يا عم الحاج؟ خلصت على قديم جاي تخلص عليا هنا يا بنت؟ ايدك ما تتمدش. وديت الفلوس فين يالا؟ رد عليا، وديت الفلوس فين؟ وديتها على النسوان ولا على مزاجك؟ اه انا حشاش. حشاش يا غاليه بس مش واطي. ما خدتش منك حاجه غصب عنك، كله كان بكيفك وبرضاك. لو النبي. لو النبي. ما طنت الفلوس وديتها فين؟ على مزاجك ولا النسوان ولا وديتها في انهي داهيه؟ ايوه انا واطي، واطي وابن 60 كلب كمان، بس ما مديتش ايدي وخدت حاجه من ورا ظهرك، انا مش حرامي. كل اللي خدته مني كان بكيفك وكان بمزاجك. بقول لكم ايه؟ انا شغل التمثيليات ده ما يخلش عليا، انا عايز فلوس يا كلب يا واطي. اه واطي، بس مش قاتل. ما قصرتش عمر بنتك زي ما بتقول. ده انا سترتها لك من الفضيحه. وكان بكيفها وانت كنت راضي. بنتك اللي كنت عارف انها مرضانه وبرضه سبتها تحبل. انت مشارك في قتل بنتك بالظبط زي يا عم الحاج. انت فاكر نفسك ايه؟ ملاك؟ لا فوق! يا راجل يا وسخ. انت ايه يا اخي؟ شطان؟ انت شطان؟ خلصت على البنت وجيت خلص عليا؟ انت فاكرني هبله يا هبله؟ اه عيشي بقى في دور الهبل. انت فاكره نفسك هبله يا بنت ولا ايه؟ ما تديش ايدك على لا فوق! لا فوق انت! انت فاهمه كويس قوي انت بتعملي ايه؟ ورب اللي خلاني فاهمه كويس قوي انت بتعملي ايه يا بنت. انت بتديني الفلوس لاجل ما تخلينا كيفك. كله بكيفك وعشان كيفك. انت اخرس اخرس كده. ايدك تنزل، ايدك تنزل بقى. يا بنت انت ما استنيتيش ال 40 بتاع امك وجرجرتيني على شقتك. جرجرتيني على شقتك ولا نسيت اللي كان بيحصل في السطوح يا غاليه؟ ما تجيبش سيره امي على لسانك يالا، ما تجيبش سيره امي على لسانك يالا. اخرس اخرس. الحق بيزعلك صح؟ الحق بيزعلكم. فوق! ما كلها وسخه في وسخه. والوسخه اللي بره دي بقى ما بيسلمش منها الا الله. الوساخه اللي بره يا غاليه ما بيسلمش منها الا الواطي. هتمد ايدك عليا؟ انت مش راجل يالا، انت مش راجل. انت عايش على قفا واحده ست. اه عارف يعني ايه؟ اه يعني واطي. لا امك؟ طب وحياه امك اللي خليكي تحصليها. ايدي كمان الاولى دي يا ابني كده البنت هتموت في ايدك. ما انت السبب. في باب معايا. اسكت. ابعد عنه يا عمي، مالكش فيه. بتمد ايدك عليا روح امك؟ بتمد ايدك عليا يا غاليه؟ طب وحياة رحمة امك اللي خليكي تحصليها. اوعيني كمان يا بنت، اوعيني. اقتلني بقى عشان تكمل. هقتل امك. اوعيني تجيب امك تنزل. بقولك نزلي ايدك. تعبان عليا اللي في بطني يا بنت. نزلي ايدك بقولك. تعبان عليا اللي في بطني. لسانك يفضل جوه بقك، فاهمه ولا مش فاهمه؟ نزلي ايدك. Thank you.
مش عاوز اي حد يلمس حاجه. يلا يا ست انت وهي مش عايزين لما هنا، مش عايز اشوف حد لغايه ما النيابه والمباحث يجوا. بره يلا بره. صبر لسه ما جاش يا غالي. صبر زمانه جاي. ليه عملتي كده يا غالي؟ ليه؟ ما عملتش، ما عملتش. Thank you.
سعادتك كنت موجود وقت وقوع الحدث؟ ايوه كنت تحت في الصندوق. شفت ايه يا ايمن بيه؟ اول ما دخلت شفت ايه؟ لقيت غاليه جنب الجثه. دي غاليه؟ ايوه هي. اسمك ايه بالكامل؟ النطة دي بتاعتك؟ لا. بتاعت مين؟ صبر. وفين سي صابر؟ صبر ماشي. هو متعود يسيب النطة بتاعته في البيت؟ معرفش. معرفش. أمال إيه اللي حصل النهاردة؟ ليه سابها في البيت؟ ولا خدتيها منه قبل ما يمشي؟ انا ما خدتش حاجه. ما خدتش حاجه. امال المطوه دي بتعمل ايه هنا يا بت؟ بتاعت صبر كان هنا ومشي. صبر كان هنا ومشي. مشي صبر. صحيح حلاوة الروح حلوة. مش ده صابر اللي كنت بتتمني له الرضا يرضى؟ دلوقتي عايزة تلبسي البلوة السودة دي عشان تطلعي منها انت يا غالية؟ ليه كده؟ حرام عليكي يا غالية، انت بتعملي كده ليه؟ حرام عليكي. انت كدابة، انت ما شفتيش حاجة. صابر كان هنا ومشي. صابر كان هنا ومشي. افتري والله العظيم افتري. ماشي وعدى خلاص. ربنا يكرمك يا باشا. والله لولا حضرتك كان زماننا متنا جوه. والله العظيم يا باشا ضربوني بالبنيه في بق وعوروني يا باشا. طب اسمك الكريم ايه بقى؟ امين مالك طاهر. تشرفنا امين مالك. انا صابر صاحب الميكروباص ده يا باشا. خليك يا باشا. خلاص بقى قولي والله العظيم اقول الحق ولا شيء غير الحق. والله العظيم اقول الحق ولا شيء غير الحق. ايه طبيعة علاقتك بالمتهمة غالية علي مصطفى؟ غالية جارتي وفي مقام اختي الكبيرة متربيين مع بعض وما الله يرحمها كانت بتشتغل مع عمره. كل الشهود اكدوا ان انت الوحيدة اللي شفت الواقع. ممكن بقى تحكي لي بالظبط وبالتفصيل ايه اللي حصل من اول اسبوع؟ واحنا في السبوع بصيت لقيت عربية الحاج روجي دخل علينا. قمت اسلم عليه بحكم ان انا بشتغل عنده. وناديت امي وناديت غالية عشان يسلموا عليه. كان جاي يسأل على صابر. وغالية شددت عليه ان هو يستنى صابر في البيت جوه. وما تعرفيش هو كان عايز صابر في ايه؟ هو ما قالش. بس بحكم شغلي عند الحاج راضي عارف ان هما في بينهم مشاكل. عشان صابر كان واخد منه ميكروباصين وما دفعش الاقساط. يمكن كان جاي يسأل على الاقساط. رجعت على السبوع وبعد يجي نص ساعة كده صدعت وقلت لأمي إن أنا راجعة البيت. وأنا ماشية ناحية يمة البيت سمعت صوت صريخ بس ما فسرتش ده صوت مين. وصوت دوشة السبوع كان عالي قوي. لما قربت ناحية باب بيت غالية فسرت إن ده صوت غالية. كانت عمالة تصرخ وتقول له أنا هخلي يومك قبل يوم صابر. كله إلا صابر. أنا مش هخليك تيتم اللي في بطني. قربت عند الباب كان موارب وجيت أدخل. وهي عادة غالية بتسيب باب بيتها موارب؟ معها راجل غريب يا باشا في البيت ودي عوايدنا. ما ينفعش تقفل الباب عليها وعليه. دخلت لقيت غالية فوق الحاج راضي وماسكة المطوة وبتدبها في رقبته. يعني أنتِ دخلتي لقيتي غالية بتضرب الحاج راضي بالمطوة؟ ولا دخلت لقيت المطوه في رقبه الحاج راضي؟ دخلت لقيت غاليه بتدب المطوه في رقبه الحاج راضي وهو بيسيح في دمه. وتفتكري ان موضوع الاقساط ده مبرر لغاليه عشان تقتل الحاج راضي؟ هو ما يبقاش مبرر لاي حد. بس غاليه بالذات كانت بتحب صابر حب عباده. مستعده تعمل اي حاجه عشان تنقذه من اي مصيبه هو فيها.
وفي واحدة كانت ناوية تقتل واحد، تسيب باب بيتها مفتوح؟ أكيد غالية ما كانتش نيتها إنها تقتله، أكيد دي كانت لحظة شيطان. أنا عارفة إن غالية ما تعملش كده. منه لله بقى صابر. ياما حذرتها وقلت لها. دي بتحبه لدرجة إنه سابها وراح اتجوز بفلوسها. وسامحته ورجعت له تاني واتجوزته. أنا ياما نصحتها وقلت لها. ما سمعتش كلامي. سمعتش كلامي. عملتي في نفسك كده ليه يا غالية؟ ضيعتي نفسك ليه يا غالية؟ عملتي ايه؟ طمنيني. اطمنك على ايه؟ هي ولاده دي شهاده. قلتي ايه؟ قلت اللي شفته. غالي على مصطفى، غالي على مصطفى. ايه سبب وجودك في مكان الحادث؟ بيتي. وايه سبب وجود القتيل؟ جاي عشان صبر. كان عايز منه قصات الميكروباص. انت تعرفي ايه رقم الميكروباص؟ ما اعرفوش. هو القتيل كان متعود يجي يزوركم في البيت؟ أول مرة أشوفه. وأنت إيه طبيعة علاقتك بالقتيل؟ يبقى حما جوزي. يبقى حما مراته الأولانية الله يرحمها. طيب يا غالية، أنا عايزك تحكي لي بالظبط إيه اللي حصل. كنت قاعدة في السبوع، لقيت البت نورة بتقول إن الحاج راضي هنا. أنا رحت قلت أضيف الراجل وأدخله البيت عقبال ما صابر يجي. عرفت من الحاج راضي إن الفلوس اللي كان صابر بياخدها مني عشان يدفع قسط الميكروباص. كلمتي في التليفون كان فين؟
كنت في القهوة، كنت في القهوة. أيوة. ولما كلمتيه قالك إن هو هيجي؟ أيوة، هو قال إن هو جاي. لما جه أنا اتخانقت معاه، اتخانقت معاه عشان كان بيضحك عليا وياخد مني الفلوس وما بيدفعش بالظبط. لقيته طلع مضغوط من جيبه وكان طلع مضغوط من جيبه وكان عايز يوزع فيا. مسكت ايده، مسكت ايده وبعدين هو خد المضغوط تاني مني. ايدي متبتة عشان كنت خايفة الموضوع تيجي في بطني. أما هو زي إيدي جامد والموضوع جت في رقبة راضي راضي وفوقي على الأرض. بس الصبر ما لقيتهوش، جري جري. كنت عايزة اشيلها منه، ما كنتش عارف ياخد نفسه. هو كان بيدافع عني. اللي حصل انا ما قتلتوش، انا ما قتلتوش، والله العظيم ما قتلتوش. طب اهدي اهدي يا غدر. بعدين لقيت نوارة جت وانا قلت لها ان ده الاسعاف. الشهدة نوارة محمد صديق قالت انها سمعتك بتقولي للقتيل انك هتقتليه قبل ما يقتل صابر. ايه رايك في الكلام ده؟ كدابة كدابة. انا ما قتلتوش. كدابة. الشهدة قالت ان صابر ما ظهرش اصلا. ما هي لما جت هو كان مش صبر، صبر ما كانش موجود. انا قلت لك صبر كان مشي. الشهدة قالت انها دخلت عليكي لقيتك جنب الجثة وفي ايدك المطوة بتضربيها في راضي. ما حصلش، هي كدابة والله العظيم كدابة. وهي ليه هتكذب؟ ما اعرفش ما اعرفش. حضرتك اسأل. انا ما قتلتوش والله العظيم، ما قتلتوش والله العظيم، ما قتلتوش. سهلة، هي كداب، هي كداب. شفت المطوة دي قبل كده؟ أيوة، دي مطوة صابر. دي مطوة صابر. يعني هي دي مطوة صابر؟ مطوة صابر. أنا ما قتلتوش، أنا ما قتلتوش، ما قتلتوش، لا أنا ما قتلتوش. هل لديك أقوال أخرى؟ أجابت بلال. قومي يا غالية، تعالي وقعي على المحصن. هات كوباية مية يا ابني. خليك يا غالية، خد المحضر وقع علينا.
أقفل المحضر عقب ما تقدم، وقررنا الآتي: أولاً، يصرف جميع الشهود. ثانياً، تحتجز المتهمة غالية علي مصطفى للعرض علينا صباح باكر رفقة تحريات المباحث حول ظروف الواقعة وملابساتها، وعن دور كل من غالية وصابر في ارتكاب الواقعة من عدمه، على أن يعرض علينا صباح باكر رفقة السيد الضابط محررها. ثالثاً، إرسال الحرز رقم 456 على 1 ميم جزئي أداة الجريمة إلى مصلحة الطب الشرعي رفقة مذكرتينا. رابعاً، تعجيل تقرير الصفة التشريحية عن المجني عليه المتوفى إلى رحمة مولاه راضي عبد الله الشيخ. خامساً، استدعاء المدعو صابر اسم جوزك بالكامل. صابر أحمد حسين. صابر أحمد حسين. صابر، انت فين يا صابر من النت امبارح؟ عمالين نتصل عليك تليفونك مقفول. ما انت عارفه يا ست احسان الشبكه بتبقى على الطريق زي الزفت على طول خربانه. هو في ايه العسكري ده قاعد على الباب كده ليه؟ مراتك يا اخويا قبضوا عليها وودوها القسم بعد ما لقوها واقفه جنب جدة راضي وهو سايح في دمه. اصل الحاج راضي جه امبارح وسال عليك وانت في الشغل. ام غاليه يعني قالت تعزم عليه بكوبايه شاي عنك شويه، ولقيت حسه جايب اخر الشارع وسمعته بوداني دول وهو بيطالبها بالمتاخر عليكم. قامت غاليه بقى راح غزاب المطوه اللي انت كنت ناسيها امبارح في البيت. يا بنت تهمينها فيه، تهمينها فيه. الحقها يا اخويا. انت بتقولي ايه يا ست احسان؟ بتقولي ايه؟ غاليه مرات انا؟ لا غاليه مراتي ما تعملش كده، ورب اللي خلاني غاليه ما تعمل كده. والنيابه طالباك من امبارح، يعني لازم أن تروح. طبعا هروح، طبعا هروح لها. لا اله الا الله، كان مستخبينا فين ده يا ربي؟ استغفر الله العظيم يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. غاليه يا رب فك دقتك يا بنتي يا رب. قلت لي بقى يا صابر انت كنت فين الساعه 8؟ كنت في القهوه يا باشا بتفرج على الماتش. كان معاك حد؟ اه يا باشا، كان معايا خالد صح وكل السواقين بتوع الحته حضرتك كانوا معايا على الماتش. ها نوره، انت قلت لي بقى انك قمت من السبوع عشان تدخلي الحمام. لا يا باشا انا ما قلتش كده، ما كنتش عايزه اخش الحمام ولا حاجه. انا قلت لهم اني مصدعه وعايزه اروح. ها نوره، لسه مصممه برضو انك دخلتي لقيتي غاليه بتقتل الحاج راضي؟ في الاسم عشان الحاج راضي قدم فيه بلاغ. اه يا باشا. وما قلتليش كده ليه لما سالتك؟ وستك ما تعرفش. وانا اعرف من ايه؟ ازاي يا باشا؟ ده انا كنت محبوس عندكم يا باشا. مفيش حاجه بيني وبين صابر. صابر دوات صايع
وانا ما حصرتها مني. انت خرجت من الاسم بقى مبيتها له وقتلته تاني يوم. يا باشا انا ما قتلتوش. هو حضرتك مصمم ليه ان انا قتلته يا باشا؟ انا ما قتلتوش يا باشا. تمت أقوالها. أقفل المحضر وقررنا نحن محمود أحمد فياض وكيل نيابة القناطر الآتي: أولاً، استعجال تقرير الطب الشرعي. ثانيا، استدعاء المدعو صابر أحمد حسين لجلسة تحقيق مثل اليوم في 9 صباحا. ثالثا، انتظار المزيد من تحريات رجال المباحث. رابعا، يجدد حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد لها في الميعاد القانوني. أقفل المحضر في ساعته وتاريخه. We'll be right back.
انت الا بالله من سجان المسجونه. يعني عليك يا غالية صحيح هي الدنيا تقلب حالها. صحيح ما اللي تحسبه موسى يطلع فرعون واكتر. فرعون ايه بس؟ طب دي غالية اغلب من الغلب. انا عارفه كان ايه اللي جرالها بس مش عايز اشوف حد هنا ملوش لازمه. كل واحد على عمارها يلا. دي خاطري يا ابله حسين. لا يا حبيبتي ما تخافيش، عيال كتير قوي بتولدوا عندهم الصفرة وبعد كده بيخفوا، بس شكله كده طلع عصبي زيهم. بقول لك ايه، انت مش هتشيعي لابوه عشان يعرف؟ ابو مين؟ انت عارفه مكانه فين؟ انا وانا هعرف منين؟ اسالي بنتك. بنتي ما تعرفش مكانه، هتعرفه منين؟ بنتك عارفه كل حاجه، هي وابوه هما اللي دخلوني هنا. اسمعي يا غالية، في حاجة يا حبيبتي أنا عايزة أقولها لك. أنت غلاوتك عندي زي غلاوة بناتي بالظبط، ما تقليش عنهم أي حاجة. وصدقيني والله يا حبيبتي أنا لو أعرف حاجة لا يمكن كنت هسكت، أنا ما أعرفش حاجة. أنت متأكدة يا هدى إن السفرة دي مش خطر؟ هما اللي عندهم السفرة بيبقى احلتهم كده، علشان كده بنحطهم في حضانه. احمدي ربنا ان مدام مها كده لما سمعت من الدكتور ان مفيش حضانات هنا على طول شيعت ابنها عشان يجيب حضانه. ربنا يا حبيبتي يوقف لك ولاد الحلال دايما يا رب. يا رب ان شاء الله يا غالية ربنا هيزر الحق هيفك دقتك بإذن الله. ها؟ ما قلتيش هتسميه ايه؟ سعيد. عشان يكون سعيد. ربنا يحفظه لك يا رب. يا رب. الحكم هيتخفف عن كده. والله انا قلبي حاسس ان في خير. خير ده ايه الجنان يا ابو حسين؟ ايه الجنان الخير يا ابو حسين؟ بنتك في صور والدنيا ورا الشمس. لا دول ودوني الشمس وسابوني اتحرق. معلش يا حبيبتي، والله العظيم ربنا كريم واكيد هيظهر الحق، بس انت بلاش تعملي في نفسك كده. يعني انت عاجبك رقدتك هنا في المستشفى كده؟ طب بلاش عشانك، عشان خاطر ابنك الغلبان اللي احنا سايبينه في العنبر لوحده. وكده كده هيروح المؤسسة وانا هطلع من هنا وانا ما اعرفش روحي. انتي
يا دنار. انت مش عارفه في بنتك عملت فيك كده ليه؟ يا دنار بنتك عملت فيك كده ليه والله؟ انت يا حبيبتي بنتك عملت فيك يا حبيبتي بس يا غالية بس يا غالية بس يا حبيبتي بس يا حبيبتي اهدي يا غالية اهدي بنتي اهدي حبيبتي اهدي حبيبتي عملت فيا كده ليه يا بلاش الله اكبر الله اكبر بس يا غالية بس اسم الله عليك اسم الله عليك يا بنتي اسم الله عليك يا اختي اسم الله عليك الله اكبر غالية بس يا غالية بس يا غالية بس يا بنتي وانت كمان وحشتني قوي أم حسين أم حسين أم حسين صباح الخير صباح النور أمي يا حبيبتي يلا عشان تروحي أو مش حاضر خلي بالك منها ما تخافيش دي في عيني عجبك يا واد يا سعيد اللي امك بتعمله في نفسها ده؟ انت لازم نشوف لك حل معاه. البنت هتموت من اللي بتعمله في نفسها. وفيك وفيا وفي نواره. بس نواره هتكذب ليه؟ ها؟ يا غاليه تكون بتتبلى عليها؟ طب ليه؟
اصل غاليه ما تعملهاش، وهتعملها ليه من اصله؟ طب ولو ما كانتش عملتها نوره ليه بتكذب؟ بتكذب ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خلاص يا احسن هتتجنني. عمالة تكلمي عيل صغير. قلتوا بينا يا رب، قلتوا بينا يا رب حبيبي يا رب. يا رب والنبي يا اختي تمسكيه شويه. هاتي يا حبيبتي في عينيا. خدي ما تقلقيش عليا يا حبيبه قلبي، ده في عينيا، ده ابني الغاليه. انا مروحه، ما نمتش طول الليل. روحي توكلي على الله، انت نامي واشبعي وما تقلقيش عليه، ده في عينيا. هتلاقيني شايلاه، ما تقلقيش عليا يا حبيبتي. روحي توكلي على الله انت، ما تقلقيش عليه، ده في عينيا، ما تخافيش. خلي بالك منه. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش. هيا لوك، هيا دوك، هيا بيض، مين الحلو ده؟ مين السكر ده؟ مين العسل ده؟ حماد صباح الخير يا أم. صباح الخير يا بت. مالك واقفة زي عسكري البوابة كده ليه؟ لا مفيش، عطشانة هجيب لك ازازة المية. من امتى؟ في يا بت؟ ما تنطقي بدل ما اشد لسانك من زورك. نورة. خدت الذهب كله، خدت الذهب كله، خدت كل الذهب. واختك هجت يا بوسي، واختك حصلت اخوك الكبير، واختك هجت وسابتنا، هلكت معاها. تعالي يا غالية يا ولد. طبعا انت عارفة ان كل حاجة بتحصل لنا في حياتنا بتتم بقضاء الله. انا عارف قد ايه انت انسانة مؤمنة بربنا وراضية بقضاء. صعب عليا قوي اللي انا هقوله لك دلوقتي، لان انا اب وعارف. بس اكيد اللي هيصبرك انه ممكن يكون سبب في دخولك الجنه. سعيد ابنك ربنا اختاره. Thank you.
زي ما امرت بالظبط. عايزاني معاكي؟ بشوقك يا حبيبتي، ربنا معاكي. وحشتني يا صابر، لما كنت بتغيب عني يوم كنت بتوحشني. شوف بقى السبع سنين ممكن تعمل فيا ايه. شوف بقى وحشني قد ايه. يالا يا ترى وحشتك زي ما وحشتني؟ وحشتك زي ما وحشتني؟ ما انت انت وانت عاملة ايه؟ مبروك. ده التاني ولا التالت؟ هو عندك اسأليه. لسه ممحونة زي ما انت. انت عايزة ايه يا غالي؟ اخرسي يا بت، اخرسي يا بت. مش هخرس. انت عايزة ايه؟ عايزة اعرف عملتي فيا كده ليه؟ عملتي فيا كده ليه؟ فوق يام! انت اللي عملتي في نفسك. وهي كمان تكوني فاكره نفسك ضحيه وجايه تنتقمي. لا فوقي. صابر ده قبل ما يبقى معاكي كان معايا. قبل ما يبقى بتاعك كان بتاعي. أنا كنت بزوقك بإيديا عشان تقعدي جنبه على الكوشة، وفضلت ساكتة 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 ساكتة. سيتي طول عمرك أنانية ما تفكريش غير في نفسك. وقت قتل الحاج راضي صابر كان جوزي. عارفة كنت أنت اللي في النور ليه؟ عارفة أنت كنت في النور وأنا في الضلمة ليه؟ عشان كنت بتشتري بفلوسك. عشان وسخ وأنت كنت بتشتري بفلوسك. اقفلي بقك وما تفتحيهوش خالص. انت عايزه ايه؟ عايزه اللي في بطنك. ما تستوعبي اللي في بطني. انا هاخد اللي في بطنك وانت تاخدي صابر. لا خديكي صابر،
او عندك اوسخ من انا اللي في بطنك وانت تاخدي صبر. ايه رايك بقى؟ سيب لي بطني يا غاليه، سيب لي بطني، اديلك قبل ما تيجي جنب البطني. شيل ايدك من على بطني يا غاليه، شيل ايدك من على بطني. فاكر اللي في بطني؟ فاكر اللي في بطني يالا؟ فاكره ولا مش فاكره؟ فاكر لما دخلتني السجن وانا عامل؟ فاكر لما شعرت على يدور؟ فاكر ولا مش فاكر؟ فاكر ولا مش فاكر يالا ما ترنت؟ فاكر ولا مش فاكر يالا؟ مش فاكر. معلش معلش. لا سامحيني يا غالية والنبي، سامحيني والنبي والنبي، سامحيني والنبي، وربنا اللي خلاني ما كان قصدي، والله العظيم ما كان قصدي، هي السبب، هي السبب، هي اللي عملت كل حاجة. يا جبان يا واسك، بست اسكتي خالص يا جبان، اسكتي. يا العالم اليوم اللي شفناكي فيه والله العظيم هي السبب. قول لها ان انت كنت بتقولي ان انت معاها عشان خاطر الفلوس. تخرس خالص، ما تفتحش بقك، بقك ما تفتحوش. ما سألتنيش اسم الواد ايه؟ ما سألتنيش الواد كده اسمه ايه؟ كان اسمه سعيد. كان مات في المؤسسة. سامحيني قدامي والله العظيم ما كان قصدي. مؤسسة والله باين على حضني. مش شفتوش عايش كنت سامحتكم انتوا الاثنين، سبتكم تعيشوا. نعيش نعيش نعيش. لكن الواد مات، مات بعيد عن حضنه. صبر قدركم انتوا الاثنين. يمكن لو كان فضل عايش كنت حاسبكم انتوا الاثنين. Thank you.
قال يا عدو خطر.